هم قالوا لي ان القرد بيتكلم، فقلت اجي اشوف بقى هيقول ايه. يعني الحمد لله اخيرا نطق. مبروك لبيتر ميل المخرج الجميل، مبروك تاني، مبروك بقى عشان مسلسل اب الروحي، بسم الله ما شاء الله. بقول مبروك لي هو والمي اختي، مكسر الدنيا. و مبروك بقى لحبايبي بقى احمد الفشاوي اخويا، الجميله ريهام، القمر، استاذ سيد اللي بنشوفه بنتبسط على التلفزيون، عمرو واكد العالمي، الناس دي ليه لما بنشوفها مجتمعين في عمل واحد تعرف ان هو هيكون عمل مختلف، عمل شيق. التريلر خطفني، الاسم خطفني، قلت لا لك شوف بقى الحكايه ايه.